بقلبك تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب قاسمين معاك الابتسامة صابرين في وقت الكرب إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل على الحياة يقدروا على الحياة يقدروا في السلم أو في الحرب. أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري دور. كل عام وحضراتكم بخير. دائما شهر رمضان الكريم هو شهر الخير ودائما بيكون مختلف، وعشان كده على المصري دور النهاردة هو مختلف. النهاردة هنتحدث إلى أحد الفنانين التشكيليين، فنان كبير قدم الكثير من الفن المتميز، له أيضا أدوار في مجال العمل العام والعمل الأكاديمي. ضيفنا اليوم هو الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، أستاذ التصميمات البصرية والرقمية ورئيس قسم سابق بجامعة حلوان، وأستاذ زائر بالعديد من الجامعات العربية والعالمية، وكيل النقابة العامة للفنانين التشكيليين بمصر، ورئيس قطاع الفنون بوزارة الثقافة سابقا، وعضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الفنون التشكيلية سابقا. وأهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ رانيا، أهلا بحضرتك. في البداية فندم، حدثنا عن مفهوم الفن التشكيلي ومفهوم الفن اللي حضرتك قدمته بشكل. هو الفن بصفة عامة هو شكل من أشكال التعبير، بيختلف طبعا على حسب مجالات الفن، لان الانسان زي ما بيحتاج ان هو يعني يفكر او يذاكر او يتعلم، محتاج ايضا ان هو يعبر عن مشاعره وعن احاسيسه وعن افكاره وكل الامور اللي بتدور حواليه. يعني قضايا معينه بتشغل المجتمع، او يعني فكره معينه عايز يوصلها للناس، او رساله معينه، فهو شكل من اشكال التعبير. يختلف بقى اسلوب التعبير، وتختلف الخامه، ويختلف المدرسه اللي بيشتغل عليها او بينتمي اليها، لكن في النهايه في المجمل هو تعبير، وفي نفس الوقت هو يعتبر برضو وسيله اتصال، لان الفن في العاده ما هوش حاجه فارغه، لكن هو فيه عباره عن محتوى بيحاول الفنان ان هو يوصله من خلال خطوط، من خلال الوان، من خلال قيم جماليه او تشكيليه معينه، يعني تقدر تنتقل بالفنان الى الفكره، توصلها للمتلقي او للجمهور او للمستقبل هذا العمل الفني. اكيد شهر رمضان هو شهر مميز بالنسبه لنا كلنا، ولكن الفنان يمكن يكون ليه شكل مختلف في شهر رمضان الكريم. طبعا شهر رمضان يعني من اجمل الشهور السنه. في اولا يعني الميزه ان انا خرجت من حي شبرا، او ولدت ونشات في حي شبرا. فطبعا رمضان كمان في شبرا او في بعض الاحياء المعينه اللي هي بتبقى شعبيه او نصف شعبيه او كده، بيبقى ليها مظاهر وليها طقوس معينه يعني بتستقر في وجدان الانسان. يعني هي استقرت منذ الطفوله ولحد الان اتذكر شهر رمضان. وطبعا هو فعلا له علاقه بالفن، ويمكن له دور كمان في تنميه يعني موهبتي من وانا صغير. الحقيقه شهر رمضان من الشهور بالنسبة للفنان المهمة جدا. يعني أنا أتذكر وأنا صغير، يعني كنا دايما نتجمع، وأول ما نعرف إن شهر رمضان ده مثلا بعد 10 أيام أو حاجة، نبتدي نفكر إزاي نزين الشارع بتاعنا. ده دور الفنان لسه هو صغير وعنده الموهبة، فهو حابب إن هو يجمل، وحابب إن هو يعني يضيف لمسة جمالية، وحابب إن هو يشعر الناس بالبهجة في هذا الشهر الكريم. فمن اجمل الحاجات بقى ان احنا كنا بنتجمع اطفال كتير، يعني ممكن يبقوا 20 واحد 12 واحد. عارفه يعني في الفتره دي ما كانش في نوادي يعني كتيره مفتوحه او سهله للناس للعامه، فكان باستمرار في ناس بتلعب في الشارع، يشوف اصدقائه تحت على طول يقول لاهله انا عايز انزل العب مع فلان، فبيتلموا الاخر الاطفال، يعني ده يمكن قبل ما مرحله الشباب، يعني لسه اطفال. ونبتدي نفكر بقى في رمضان هنعمل ايه، هنجيب ورق جلاد، هنجيب الوان كذا، هنجيب خشب معين او جريد او حاجات، طبعا ندور على حاجات تكون بسيطه يعني تعمل اشكال جميله. ففعلا كنت بعمل فوانيس ضخمه جدا، وعامل شكل الهلال، وعامل الورق له اشكال معينه زخرفيه برضو، وفي الاخر انا بقيت رئيس قسم يعني الزخرفه والحاجات دي، فنعمل اشكال زخرفيه اسلاميه او قبطيه او مصريه قديمه او كده،
ونختار الوان معينه، بعدين نحطها على الحبال، وبعدين نتواصل مع الجيران، فتلاقي الحبل بيصل الى هذا الجار وبيصل الى هذا الجار، وتظهر هذه الجماليات في شهر رمضان يعني. ازاي بيختلف شهر رمضان بالنسبه للفنان عن الايام والشهور العاديه؟ والله اجمل حاجه هي كانت لمه العيله. اجمل حاجه في شهر رمضان مش بس العيله حضرتك، وانا عايز اقول لحضرتك برضو من مزايا شبرا، بما ان احنا برضو يعني من سكانها او من الناس اللي نشأوا فيها، اجمل ميزه فيها ان هي نموذج مصري متاصل للوحده الوطنيه. بمعنى ان احنا واحنا صغيرين ما فيش حاجه اسمها ده مسلم وده قبطي وده كده، احنا كلنا اصحاب، كلنا اخوات، يعني كلنا ساكنين في بيت واحد. فتشعري ان اللي تحت السقف ده هم كلهم اسره واحده، مش اسر يعني، يبقى ممكن المنزل مثلا فيه 10 اسر، لكن تحس في الاخر ان هم عيله واحده. وزي ما حضرتك عارفه ممكن تلاقي الاطباق بتتبادل، هم بالنسبه لهم بيحتفلوا الاخوه الاطباق بيحتفلوا برمضان وكانه يخصهم، يحتفلوا معانا وكانوا بيزخرفوا وكانوا بيستخدموا معانا يعني الشله كلها نعمل الحاجات لرمضان، واحنا برضو بنحتفل بنفس الشيء بنفس الاعياد برضه، وعارفينها وحافظينها، ونبقى يعني انت عارفه يعني زي ما يكون عيد ميلاد حد فرحانين بيه او اخوك فرحان بيه، فبنفرح لبعض، هم يفرحوا لنا واحنا نفرح لهم. حقيقه تربينا على الحياه دي، ويعني انا كنت ساكن في شارع بين جامع الخزندارة وكنيسة سانت تريز، فتخيلي بقى المنتج انه بيحب ده وبيحب ده وبيروح هنا وبيروح هنا وله اصدقاء هنا وله اصدقاء هنا. فالحقيقة شبرا يمكن دي انا بركز عليها عشان دي من اهم فعلا المميزات اللي بتميز منطقة شبرا. طبعا هي شبرا اساسا كمان مخرجة ناس جبابرة يعني، الفنانين ممثلين ورجال دولة وسياسيين وصحفيين وإعلاميين وتلفزيون، يعني في كل المجالات تلاقي شبرا دي دايما في الصدارة. تأثير الفن على الشخصية أكيد بتكون في البداية هي موهبة، لكن الإنسان بيتأثر أيضا بالدراسة فيما بعد وتؤثر في شخصيته، وأكيد أيضا شهر رمضان الكريم ممكن يكون مؤثر بشكل كبير في الفنان في تلك الفترة. من أجمل حاجة في رمضان هو الروحانيات، يعني طبعا مع الصيام والصلاة والحاجات اللي يعني المفروض الواحد بيقوم بيها في رمضان، الحاجات الروحانية، فأيضا بيبقى ده له تأثير على الفن. فيعني أنا عملت حتى عدة معارض كلها قائمة على لفظ الجلالة، يعني لفظ الجلالة اللي هو الله 4 حروف، يعني الناس حتى تستغرب يقول لك يعني هو 4 حروف ممكن يعملوا معرض، ففعلا 4 حروف وحرفين وحرف واحد، في فنانين اشتغلوا على حرف واحد وعملوا معارض، يعني طبعا فنانين العظماء يعني. فمثلا لفظ الجلاله ده قعدت اشتغل عليه وعملت اعمال فنيه، وعايز اقول لحضرتك انها كانت بتعرض في دول كتير يعني خارج مصر، ولايه استحسان، بعمل مثلا اسماء الله الحسنى لانه طبعا استاذ تصميم فبيهمني قوي حته التصميم، بس بعملها طبعا بشكل جديد بابداع جديد. بالاضافه لان شهر رمضان يعني مش ميزه ان الواحد مثلا ياكل وينام ولا كده وبتاع، لا ده بالعكس، احنا انا احب دايما بعد الصيام والفطور ان يبقى ليها نشاط ويبقى ليها حركه. وكمان بنعمل صالونات وبنعمل حاجات لدعم طبعا المجتمع، يعني بالعكس يعني ده هو شهر الواحد بيكون فيه اكثر نشاط من الشهور العاديه، دي ميزه حلوه افضل، ده حقيقي. حضرتك سافرت الى العديد من الدول، ازاي شكل رمضان بيختلف ما بين التواجد في مصر او التواجد في الخارج؟ يعني انا كنت في دول يعني يمكن على النقيض طبعا في جوها وفي مناخها وكده، فالحقيقه كل بلد ليها طعم خاص وليها مذاق خاص. يعني مثلا انا عشت في المانيا حوالي 5 سنين، طبعا عدى عليا 4 أو 5 رمضان، فكان اولا المكان كان هادئ جدا في جبال الألب، في وسط جبال الألب، في مكان يعني كله خضره وكله جمال وكده،
وكان في حالة هدوء نفسي وحالة استقرار وحالة روحانيات برضو. ان احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان يعني من اكثر الاوقات اللي انا حفظت فيها قرآن في المانيا نتيجة الهدوء ونتيجة ان المكان فيه استقرار ومحاطة بمناظر جميلة وورد، ويعني الى حد ما ما كانش فيه مشاكل كثيرة، انما كان اهتمام اكثر بالدراسة وبممارسة الفن وبرضو بالتدين وبالقراءة في القرآن والحفظ، يعني كان جميل جدا. وبرضه في نفس الوقت احنا رحنا، يعني انا قعدت فتره طويله في المملكه العربيه السعوديه، كنت قعدت قرب العشر سنوات. طبعا جو تاني خالص وروحانيات تانيه خالص بين مكه وبين المدينه، واحنا كنا بنبعد عن مكه مسافه بسيطه جدا حوالي 60 او 70 كيلو، فكل اخر اسبوع بناخد سياره خاصه ونطلع على مكه ونعمل العمره ونقعد طول اليوم هناك كل الصلوات، خلص العشاء. حاجة خيالية يعني، حقيقة حاجة سبحان الله يعني. فكانت أيام جميلة جدا برضو، ومتاح برضو وقت والواحد يقعد يقرأ، يعني يتعلم ويقرأ قرآن وأحاديث، ويقعد دايما في المسجد النبوي أو الحرم. يعني الحقيقة أيام جميلة جدا، وكل مكان له، عارف حضرتك، له المذاق بتاعه وله الطبيعة بتاعته، اللي برضو يمكن دي ميزة برضو التغيير والاختلاف وكده. طبعا اللي بيسمع ان قضى رمضان في ألمانيا اقول لك قضاه ازاي، لا بالعكس والله كان جميل جدا، من اجمل رمضان الواحد يعني قضاه. حضرتك وكيل نقابة الفنانين التشكيليين، ايه اللي قدمته من خلال هذا المنصب، ويعني كيف هو مجال العمل في شهر رمضان؟ يعني هو المفروض ان هو عمل خدمي، يعني المفروض انه في إدارة وفي مجلس وفي عمل خدمي، والمفروض دايما بيبقى فيه طبعا فعاليات وفي حاجات برضه بتزداد في رمضان. المفروض بعد الفطار بيتعمل المفروض فعاليات وبتعمل معارض، واهم حاجه طبعا يعني هو خدمه، يعني عمل خدمي مش وظيفه، يعني هو عمل خدمي، بيبقى الواحد بيرشح نفسه والناس بتنتخبه، فبيقوم بمساعده، يعني يقدم للناس كل اللي يقدر عليه من مساعده في مجال الفن التشكيلي ونشر الثقافه وعمل المعارض. يعني بشارك في معارض كثيرة وبفتتح معارض كثيرة، وبحاول دايما وبرضه في رمضان بشكل خاص يعني دايما يكون في فعاليات مستمرة، يعني الواحد ما يقعدش في البيت بقدر ما يبقى فيه دايما حركة ثقافية وفنية وتشكيلية، الناس بتعبر عن نفسها. الفن بيقدم رسالة، والتصميم بشكل خاص بيقدم رسالة توجيه وتوعية للناس، فبتعمل تصميمات ازاي خطورة هذا الاتجاه او هذا التوجه. طبعا دي حرب، طبعا حرب يعني خطيرة جدا على المجتمع المصري، فبنحاول ان احنا دايما ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني نوجه ونعلم الناس ونوعي الناس تجاه مثل هذه المخاطر، و يعني كافه الفئات، وحتى خارج مصر. يعني احنا بنعمل يعني بعمل حاجات كتيره خارج مصر، انا والاستاذه الدكتوره علا يوسف زوجتي، بنحاول دايما ان احنا طبعا الفن بيقال عليه طبعا القوه الناعمه، يعني الفنون والاداب وكده هي قوه ناعمه. قوه ناعمه بتعمل على يعني توطيد العلاقات بين الاشخاص وبين الدوله والدول الاخرى. فعملنا علاقات كويسه جدا، ورأست الكثير من الوفود سواء على كفنان تشكيلي او كاستاذ جامعي، يعني في كل الحالات بخرج خارج الوطن، وتم اختياري دايما في لجان تحكيم وحاجات عالميه، حاجات يعني في ايطاليا وفي روسيا وفي المانيا، في حاجات يعني مهمه. فدايما مصر دايما حاضره ومتواجده في كل المنتقيات الفنيه والثقافيه، يعني بنحاول بقدر الامكان هذا التواجد وهذا الحضور. يعني
بعد هذه السنوات ما الذي ينقص الفن التشكيلي والفنانين التشكيليين في مصر هم مفتقدين ومحتاجين؟ الفن التشكيلي يعني ما زالت النظرة لي قاصرة إلى حد كبير أو محدودة. طيب أنا مش عايز أقول الفن بشكل عام، لكن خلينا أتكلم بس على تخصصي وهو الفن التشكيلي. النظرة القاصرة أنه مثلا في المدارس ملوش درجات في المدرسة، لأنه أصله حاجة مثلا بيعتمد على الموهبة أو كده، ففي أشخاص عندهم موهبة وأشخاص لأ. فده كلام الحقيقة مش صحيح، لأن الفن مهم جدا، يبدأ من البيت ثم المدرسة والمؤسسات التعليمية كلها، وحتى الخروج إلى المجتمع. عشان الفن يخدم المجتمع لازم نبدأ من المنزل، من الطفل وهو صغير، ننمي مواهبه، لأن هو طفل اوريدي عنده الخيال وعنده الموهبة، بس محتاج إن حد ياخد بإيده. لأن اللي بيحصل العكس، يعني الطفل لما بيجي يرسم بنقول ده بيشخبط ونزعق له وننهاره، فده خطأ كبير. إنما نوفر له الخامات ونوفر له الأدوات. الفن في الآخر هو وسيلة للتربية، وسيلة لتعديل السلوك، وسيلة لاكتشاف الأمراض، وسيلة للعلاج، وسيلة لتسجيل الحضارة وتسجيل التاريخ وتسجيل كل الفعاليات اللي ممكن، يعني عشان نبني حضارة. احنا عرفنا ازاي مصر القديم بيعمل ايه في الزراعة وفي الفلك وفي الطب وفي كذا وفي كذا، الا من خلال الفن اللي خلد يعني هذه العلوم ووثقها لنا بالكلمة وبالخط وبالحرف وبالألوان وبالخامات المختلفة وأساليب التعبير المختلفة، فوصلت لنا الحضارة المصرية القديمة والحضارة القبطية والحضارة الإسلامية وده الكلام ده على مستوى العالم، يعني مش مستوى مصر بس. فمحتاجين إن إحنا نعتني بالفن ونهتم بيه، محتاجين نتزداد أعداد المتاحف، محتاجين إن إحنا نوجه الناس إن الفن ده يا جماعة شيء مهم. وأنا بقول دايماً إن الفن التشكيلي، يعني أنا كتبتها في مقالات كتير وقلتها في حتت كتير، هو قاطرة الثقافة. الثقافة كلها بيقودها الفن التشكيلي. مفيش كتاب أو رواية إلا لازم نجد فيه على الغلاف فن تشكيلي وألوان هي اللي بتجذبني لأن أنا أقرأ الكتاب ده أو أشتري ده أو ما أشتريش ده. مفيش مسرح عليه فنان بيمثل أو فنان بيغني أو أي عمل آخر أو باليه إلا كان هناك الألوان والعلاقات والشكل والخلفية والألوان والتصوير، وكلها فنون تشكيلية. مفيش سينما بتتعمل اللي هي الفن السابع إلا أساسها ناس بتصور هي دارسة أصلاً في تطبيقية أو جميلة أو في فنون ما، يعني كلهم فنانين، اللي بيمثل أصلاً فنان. ففي النهاية خالص، يعني في المجمل، الفن التشكيلي في مقدمة الفنون ورائد لها أهم فن وبتاع، لأنها قوية جداً، لأنها داخلة كل بيت، ولأنها المختصر المفيد، ولأنها بقت لغة عالمية. لكن لما نيجي نرجع لورا نلاقي إن الزائر اللي جاي مصر أول حاجة بيجي لها هو جاي عشان الآثار، جاي عشان الفنون التشكيلية. الآثار هي فنون تشكيلية، هي دي أكثر حاجة، القاعدة الأساسية اللي لازم إحنا ننميها. زي ما بنقول لازم يبقى فيه نقاد، لازم يبقى فيه فن في المدارس، لازم الأهالي يساعدوا أولادهم في البيت على ممارسة الفن. فالفن أنا بعتبره من وجهة نظري يعني زي الإنسان ما بيتنفس والإنسان بياكل وبيشرب. أعتقد إن الفن له دور مهم جدا في كل مظاهر الحياة، وإحنا بنتنفس فن من أول ما نصحى لحد ما ننام. ألف شكر يا فندم لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين بخير، وألف شكر على اللقاء الجميل ده. وبشكر حضراتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة على المصري دور. كل عام وحضراتكم بخير. على المصري دور وصور واحكي حكاية شعر، على المصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة صابرين في وقت الكرب، إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا.